عاملين النهارده ستريبس فظيع يا جماعه، من قرمشته وطعمته التتبيله بتاعته اللي حكايه، احلى من الجاهز مليون مره، واحلى من بتاع المحلات بجد، حلو جدا جدا وبطريقه سهله، مش هياخد معاكي 7 8 دقايق بكتير قوي، وبيديكي كميه كبيره. انا عملت شويه مكرونه محمره كده جنبهم وعيش ومنتهى الجمال بقى، بجد 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 طعمه حلو قوي وبيتعمل معاكي بسرعه فظيعه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت صدور فراخ قطعتها شرايح طويله، بس تكون تخينه شويه ما تكونش رفيعه. جبت كوبايه دقيق كبيره، التوابل بتاعتي بابريكا، كاري، كل ده معلقه، ملح، فلفل اسود، كركم، نص معلقه شطه، لازم نص معلقه الشطه دي بتديها طعم حلو قوي ومسكر كده. خلاص هنقلبهم مع بعض. هاخد نص الكميه على كوبايه الدقيق، نص الكميه على كوبايه الدقيق، واشيل الباقي. بصي بقى، ربع كوبايه اللبن دي مهمه جدا، بتخليلك الفراخ من جوه طريه ومن بره مقرمشه قوي. هزود بقى الميه بتاعتي لغايه ما يبقى الخليط ده اتقل من الكيك شويه، هتشوفيه دلوقتي. نزود كده بالتدريج، ما نزودش مره واحده، اول ما يدخلوا في بعض واشوف السمك بتاعه شكله ايه يبقى كفايه كده. هو كده حلو قوي، اهم حاجه ربع كوبايه اللبن، هتفرق معاكي كتير قوي بجد. خلاص كده هو ده التقل اللي انا محتاجاه اهو زي ما انت شايفه. خلاص كده هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا مغسوله طبعا، ورش عليها رشه ليمون بسيطه. هحط الفراخ بتاعتي واسيبها بقى ايه عبال ما اجهز الكفر او الكريسبي اللي من فوق. ما بتاخدش وقت، ومش محتاجه ان انت تسيبيها فتره طويله في الخليط ده، لا خالص، هو 10 دقايق حلوه قوي عليها. خلاص كده هنسيبها على جنب ونبتدي نعمل الكفر بتاعنا. الكفر حلو قوي، بعمله بطريقه حلوه وسهله، وبصي بتديكي نتيجه حلوه جدا. خلاص كده هنجيب طبق تاني غويط، هنجيب برضو كوبايه دقيق، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، نص كوباية اللي هو كورن فليكس او اي حاجة مقرمشة كده. خلاص نص 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 التوابل بتاعتنا اللي اتبقت من اللي احنا عملناها، هكتب لك التوابل برضو تاني. يبقى نص كوباية دي، نص كوباية نشا، نص كوباية كورن فليكس او المقرمشات اللي احنا بنحطها على الحاجات المقرمشة. خلاص هنزود شوية كمان. خلاص كده طبعا التوابل برضو بتدي طعم حلو قوي، بيفرق قوي في الطعم التوابل يا جماعة، تشكيلة التوابل بتفرق قوي. خلاص كده هحط الطبق كده على جنب، اطلع فيه الكمية كلها مرة واحدة. نكون مجهزين طبق نطلع فيه زي ما احنا قلنا الكمية كلها، اسهل لك بكتير. هنطلع من الخليط ده للطبقة الكريسبي اللي من فوق، ندوس عليها كده حلو قوي بايدينا، لازم الخطوة دي تدوسي عليها كده زي ما انت شايفة، لازم اهو، ومبتفكش، ما تخافيش خالص، ما تفكش خالص منك اهو. نطلع كل الكمية بتاعتنا طبعا وندوس عليها كده ونلفها بايدين او بايديكي كده، لازم الخطوة دي تضغطي عليها قوي. هنعمل الكمية كلها بتاعتنا، اريح لك عشان لما تيجي الزيت يسخن تحطي على طول، ما تفضليش تعملي وانتي واقفه يتحرق منك يبقى لونه مش حلو، لا اعمليهم كلهم في الطبق، طبق كبير، واشتغلي على طول بقى، حطي الزيت بتاعك وابتدي اقلي. اسهل اكله ممكن تعمليها، وطبعا كلنا بنحبها، بنحبها بجد يعني، اكله حلوه وطعمها حلو بقى، تاكليها جنب عيش، اجي زي ما انا عملت كده شويه مكرونه وعيش، كاتشب، مايونيز، بصي عيشي بيها الاكله دي. أيوه والولاد بيحبوها جدا طبعا، لان مفيش عظم مفيش حاجه تزهق اهو زي ما احنا شايفين. الطاسه على النار، لازم تكون طاسه غويطه، ونحط فيها شويه الزيت يسخن. وطبعا الفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه، اخرها 3 4 دقايق اهو زي ما احنا شايفين كده. نحط الكميه اللي احنا عاوزينها، الزيت بيصفر كده من لون طبعا الكاري اللي احنا حاطينه، هو اللي بيديها لون الحلو قوي ده. بعد ما بتحمر من تحت نقلب،
ما نقلبش ونستعجل بدري عشان الكفر بتاعنا ما يتقطعش من ناحية فهيفصل معاكي. لازم اسمعيني بقى نصيحة بجد، لازم نص ربع كوباية اللبن مع الخليط، جربيه وادعيلي بجد. في ناس بتحط زبادي، ممكن زبادي او لبن، بس هو اللبن احلى. زي ما انت شايفة حلوة ازاي، بجد والله حلوة قوي، طعمها حلو. انا بحبها مع العيش والكاتشب والمايونيز طبعا، وهوت صوص لازم طبعا مشطشط كده حلو. خلاص كده طلع هوريهولك دلوقتي خالص، وبس التصوير الاضاءة عملت معايا شوية، لكن هو حلو. بصي عامل ازاي، شايفة عامل ازاي تشكيلة الكريسبي اللي احنا عملناها دي على النشا على الكورن فليكس ده، فرق كتير قوي. مش عاوزة تحطي كورن فليكس مفيش مشكلة، حطي دي ونشا بس، ونص معلقة بيكنج باودر ممكن ما تكونش ظهرت، لازم عشان تخليها خفيفة كده وهشة. خلاص كده بجد حلوة يا جماعة وسهلة، أكلة سهلة وسريعة جدا جدا. ومن صدرين فرخة تعملي كمية حلوة. خلاص كده أتمنى تجربوها وتقولي لي رأيكم، لأن هي فعلا تعجبكم بإذن الله. نشيل الطبقة دي ونحط طبقة تاني، شايفة عاملة ازاي، شايفة عاملة ازاي، لأ بجد حلوة. اهم حاجة بصي النار تبقى وسط، ما تبقاش عالية قوي عشان الزيت ما يتحرقش منك ويديكي لون وحش للفراخ. وطي النار ما تخليهاش عالية قوي، خليها وسط اهو زي ما انت شايفة جمالها وحلاوتها. انا جبت عندي عيش حلو قوي بحبه جدا في الحاجات زي دي، يبقى حلو قوي طعمها حلو قوي زي ما انت شايفة عاملة ازاي اهو اهو. لازم تجربوها يا جماعة وتقولي رأيكم، وبألف هنا ومع السلامة.